تصويت نصف بالتاريخي يطيح برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي. فللمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 234 عاماً صوت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري تنص على اعتبار منصب رئيس مجلس النواب شاغراً. الخطوة جاءت بدفع من مجموعة صغيرة نسبياً من الجمهوريين اليمينيين، إذ صوت 8 جمهوريين فقط إلى جانب 208 من الديمقراطيين لصالح عزل الجمهوري ماكارثي. الديمقراطيون من جانبهم كان بوسعهم إنقاذ ماكارثي، لكنهم قالوا بعد دراسة الأمر إنهم لن يساعدوا الجمهوريين على حل مشكلاتهم. المفارقة هنا أن ماكارثي متهم من الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري بالتساهل مع الديمقراطيين. الأغلبية الجمهورية بدورها حددت 11 من أكتوبر موعداً لاختيار خليفة لماكارثي، وحتى هذا الحين سيظل الكونغرس في حالة من الضبابية بينما يتعين عليه تمديد التمويل الحكومي قبل انتهاء صلاحيته في 18 من نوفمبر، وكذلك النظر في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا فيما تهدد الانقسامات السياسية بعرقلة هذه المساعدات. أما الرئيس جو بايدن من جانبه علق على هذه التطورات بالدعوة إلى تغيير ما وصفها بالأجواء المسمومة في واشنطن، كما حث على سرعة اختيار رئيسا لمجلس النواب.